السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنكمل باقي الحركات المتبقية. الحركة الأولى و، الحرف زاد والصوت ز، ز مع و زوا. الحرف جي والصوت ج، ج مع و جوا، وهكذا. بوا، بوا، دوا، توا، كوا، كوا، فوا، فوا، لوا، وا، كوا، غوا، غوا، موا، نوا، سوا. إذا لاحظتم أن هذا الصوت لا يحرك الحرف، الحرف يبقى ساكنا وفقط نقرأ بعده و. الحركة الثانية وي، وتكتب أيضا هكذا وي. ز مع وي زوي، ج مع وي جوي، وهكذا. بوي، بوي، دوي، توي، كوي، فوي، فوي، لوي، وي، كوي، غوي، غوي، موي، نوي، سوي. إذن كما تلاحظون نفس الشيء، الحرف الذي قبلها يبقى ساكنا وفقط نربط بينه وبين وي. الحركة الثالثة وان، ز مع وان زوان، ج مع وان جوان، وهكذا. بوان، بوان، دوان، توان، كوان، فوان، فوان، لوان، بوان، كوان، غوان، غوان، موان، نوان، سوان. إذا نفس الشيء، الحرف الذي قبلها ساكن ونربطه ب وان. الحركة الرابعة يا، وقد تجدوها أيضا مكتوبة هكذا يا. ز مع يا زيا، جيا، بيا، بيا، ديا، تيا، كيا، فيا، فيا، ليا، يا، سيا، جيا، غيا، ميا، نيا، سيا. نفس الشيء، الحرف يبقى ساكنا ونربطه مع يا. الحركة الخامسة يو، وتكتب أيضا هكذا يو. زيو، جيو، بيو، بيو، ديو، تيو، كيو، فيو، فيو، ليو، يو، سيو، جيو، غيو، ميو، نيو، سيو. إذا نفس الشيء، الحرف يبقى ساكنا ونربطه ب يو. الحركة السادسة يون، ويكتب أيضا هكذا يون. زيون، جيون، بيون،
بيونغ ديونغ سيونغ. لاحظوا هنا تي أصبحت س كما قلنا في الدرس السادس عندما تطرقنا إلى الحرف تي. كيون فيون فيون ليون يون سيون جيون غيون ميون نيون سيون. إذن نفس الشيء، الحرف يبقى ساكنا ونربطه ب يون. الحركة السابعة يان، ويكتب أيضا على هذا الشكل يان. زيان جيان بيان بيان ديان تيان كيان فيان فيان ليان يان سيان جيان غيان ميان نيان سيان. إذن كما لاحظتم الحرف يبقى ساكنا ونربطه ب يان. الحركة الثامنة يو، وتكتب أيضا هكذا يو. زيو جيو بيو بيو ديو تيو كيو فيو فيو ليو يو سيو جيو غيو ميو نيو سيو. إذن كما تلاحظون الحرف يبقى ساكنا ونربطه ب يو. الحركة التاسعة يي، ويكتب أيضا هكذا يي. زيي جيي بيي بيي ديي تيي كيي فيي فيي ليي يي سيي جيي غيي ميي نيي سيي. الحركة العاشرة إي، ز مع إي زي، ج مع إي جي، وهكذا بي بي دي تي كي في في لي إي سي جي غي مي ني سي. الحركة الحادية عشر إيون، ز مع إيون زيون، ج مع إيون جيون، وهكذا بيون بيون ديون تيون كيون فيون فيون ليون إيون سيون جيون غيون ميون نيون سيون. الحركة الثانية عشر آي، ز مع آي زاي جاي باي باي داي تاي كاي فاي فاي لاي آي كاي غاي غاي ماي ناي ساي. الحركة الثالثة عشر أي، ز مع أي زي جي بي بي دي دي كي في في لي
ei, sei, jei, rei, mei, nei, sei. الحركة الرابعة عشر أي ز مع أي زي جي بي بي دي تي كي في في لي أي سي جي غي مي ني سي. الحركة الخامسة عشر أوي ز مع أوي زوي ج مع أوي جوي وهكذا بوي بوي دوي توي كوي فوي فوي لوي أوي كوي غوي غوي موي نوي سوي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.